يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نخرج للبر أو للنزهة على مسافة 100 كيلو ونرجع في نفس اليوم، وأحيانا نبيت، فهل يجوز لنا الجمع والقصر؟ فدائما يقع بيننا خلاف في هذا. إذا قصدتم المسافة، قصدتموها، قصدتم محل يبعد 80 كيلو فأكثر، يجوز لكم القصر والجمع في الطريق. أما إذا كنتم مستريحين ونازلين، تصلون كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. أما إذا خرجتم وأنتم ما تقصدون محلا معينا، أن تقولون أي محل نلقاه مناسب ننزل فيه، هذا ليس سفرا، لأنكم لم تقصدوا المسافة، ربما تنزلون منزلا قريبا أو متوسط أو بعيدا، هذا لا يبيح لكم القصد. نعم.